والآن ننتقل إلى هذه المعادلة 2 س ناقص 1 الكل أس 3 ناقص 10 يساوي 54. معادلة سهلة جدا في الحل إن شاء الله. فبنقول 2 س ناقص 1 الكل أس 3 ناقص 10 بيساوي 54. في البداية أنا محتاج أتخلص من العشرة عن طريق إن هي سالب عشرة، فهضيف عشرة هنا. طبعا لازم يكون الكلام ده للطرفين بحيث ان انا هحصل على ده بصفر، هيبقى 2 س ناقص 1 كل اس 3 بتساوي 64. وبالتالي توقف التعامل مع داخل القوس، لان انا عندي قوس مرفوع للاس، فبالتالي ما اقدرش اتعامل مع المكونات اللي بداخله الاثنين وسالب واحد. لازم الاول افتح القوس ده ان انا ادخل جوه من خلال ان انا اتخلص من الاس 3 عن طريق ان انا اخد الجذر التكعيبي للطرفين. فالجذر التكعيبي ال 2 س ناقص 1 الكل اس 3 هيطلع 2 س ناقص 1 يساوي، والجذر التكعيبي ال 64 4. في ملاحظتين، فالجذر التكعيبي هنا نتكلم عنهم. الجذر التكعيبي ل أ أس 3 هتساوي أ، يعني لما يكون اللي بره الجذر التكعيبي 3 واللي جوه الجذر التكعيبي 3، بالتالي الناتج هيكون أ. طب الجذر التكعيبي لل 64 ليه حصلنا على 4؟ ال 64 أنا هقسمها في على الاتنين، 6 على 2 فيها 3، 4 على 2 فيها 2، هقسمها على 2 هحصل على 16، هقسمها على 2 هحصل على 8، هقسمها على 2 هحصل على 4، هقسمها على 2 هحصل على 2، هقسمها على 2 هحصل في النهاية على 1. فلاقي إن أنا عندي هنا 1 2 3، يبقى هاخد منهم واحدة بس 2، وده 1 2 3 هاخد منهم واحدة بس، وهعمل 2 في 2 هحصل على 4. يبقى الجذر التكعيبي لـ 64 اكتشفنا ان هو 4. نكمل حل المعادلة جدا عادي مفيش مشكلة. فأنا عندي سالب 1 دي عايز أتخلص منها، فأعمل هنا موجب 1 وهنا موجب 1. طبعا احنا ملاحظين ان احنا اللي بنعمله في الطرف الأيمن هو اللي بنعمله في الطرف الأيسر، فبالتالي ده هيكون صفر. فبالتالي هنا 2 س يساوي 5، هقسم هنا على 2 وهقسم هنا على 2، فبالتالي هحصل على س تساوي 5 على 2، وهذا الحل المطلوب. بيقول لي احسب الجذر التكعيبي لعدد 1000. العدد 1000 عدد بسيط يسهل ان انا احسب الجذر التكعيبي له، فهو عايز الجذر التكعيبي لل 1000. ممكن بسهولة جدا الجذر التكعيبي ليه في الألف. الألف أقدر أقسمه تلات أعداد ونضرب بعضها، بحيث لما أضربه أحصل على ألف اللي هو 10 في 10 في 10، يبقى الجذر التكعيبي الألف بيساوي 10. خلاصة في نهاية الدرس نقدر نحدد الحاجات اللي احنا اتعلمناها من الدرس ده، وهي عرفنا الجذر التكعيبي إن هو عبارة عن العدد، إن أنا لما أرفعه لأس 3 أحصل على ما تحت الجذر. كمان عرفنا كيفية إيجاد الجذر التكعيبي بالتحليل، وإن التحليل المقصود به هنا التحليل العوامل الأولية، إن العوامل الأولية أنا باخد الرقم اللي هو مديهولي أجرب أقسمه على الاتنين أو التلاتة أو الخمسة أو السبعة الحداشر. وكمان حلينا بعض المعادلات اللي بتحتوي على الجذر التكعيبي، وعرفنا إن إحنا بنحدد المعادلة اللي بتحتوي على الجذر التكعيبي أو هيتستخدم في الجذر التكعيبي لو المتغير اللي أنا بحاول إيجاده يكون أس 3، ولو يكون أس 2 يبقى استخدم الجذر التربيعي. كمان شرحنا بعض التطبيقات على الجذر التكعيبي، ان انا لو عندي مكعب حجمه يبقى اقدر احصل على طول ضلع عن طريق اخذ الجذر للحجم. فدي مسألة في الاخر بيقول لي اذا كان حجم المكعب هو 216 سنتيمتر مكعب، فاحسب طول الحرف. طول الحرف هيكون 6. طبعا هو انا جربت مجموعة من الاعداد ان انا اجيب الجذر التكعيبي بتاعها وكمان حفظتها، وده مطلوب منكم كتنمية مهارات بالنسبة لكم، ان الجذر التكعيبي للواحد بيكون 1، ان الجذر التكعيبي ل 8 بيكون 2، ان الجذر التكعيبي ل 27
بيكون 3، ان الجذر التكعيبي ل 64 بيكون 4، وتعلمنا جت ازاي ان الجذر التكعيبي ل 125 بيكون 5، ودي هتحفظوها بقى لان هي جت في السؤال بتاعكم، ان الجذر التكعيبي ل 216 هتكون 6. ننتقل، اوجد بالتحليل الجذر التكعيبي ل 3 و3 على 8. مسألة من المسائل المهمة والأفكار المهمة، وأعتقد هديكم بس فكرة على الحل، إن أنا لازم أحول العدد من السطورة العدد الكسري للسطورة الكسرية، إن هو يكون بسط ومقام فقط. احسب الجذر التكعيبي للعدد سالب 343، والإجابة بمنتهى السهولة إن العدد هيكون مبدئيا سالب، وتقل لي إيه هو الجذر التكعيبي ل 343. في النهاية نحب نشكركم ونشكر حسن استماعكم، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.